أهلا بيكم في قناتي دودي موريس. النهاردة حلقة سريعة على الماشي، بلوزة عندنا مشترينها وفوجئنا بعد ما بنقيسها مثلا إن الباط هنا ضيق وهنا تحت الباط ضيق. طيب هل أرميها؟ هل أستغنى عنها؟ لا طبعا، بمنتهى البساطة كده هنستعمل حاجة سريعة تخلي البلوزة ترتاح معانا هنا من الباط ومن تحت الباط هنا اهو، من دوران الباط ده وتحت هنا اللي هو دوران الصدر. هعمل ايه بمنتهى البساطه؟ ابص في البلوزه بتاعتي انا ايه اللي ممكن استغنى عنه واخد جزء من القماشه. طبعا لو انا مخيطاها او انا عندي حاجه تشبه القماشه دي انا هستعملها، لكن لو ما عنديش زي حالتنا النهارده انا هستعمل ايه؟ انا الكم ده عندي، انا ممكن بدل ما اخليه كم كامل اخليه تلت. طبعا القماشات الطريه دي في الحر سواء نص او تلت مش بتفرق معانا. انا هعمل ايه؟ هاخد التلت بتاع الكم ده وابتدي اعمل بيه السمكة. هنا هوريكم ازاي نعمل السمكة لتحت الباط. هبتدي اطبق القماش، احنا قلنا اي حاجة انا عايزة اقصها لازم اقلبها وابتدي احط الخياطات على بعض وامسك بدبوس. كل ما هظبط معايا في البدايات دي هتظبط معايا بعد كده في كل حاجة، الخياطة والقص وكل ده. اهو انا هنا حطيت الباط على الكتف على الكتف، وادي هنا الباط على الباط اهو كده. نحاول الحاجات دي نفتح دولابنا ونطلع كل الخبايا اللي موجودة والحاجات اللي مستغنين عنها ونعيد تدويرها مرة تاني، وهنلاقي حاجات في منتهى الشياكة لأن موضة زمان رجعت مرة تاني، القماشات والألوان والتفصيلات والموديلات وكل ده. فأنا أفتح دولابي وأبتدي أدور كل حاجة فيها إعادة تدوير مرة تاني، أدورها وترجع معايا جديدة مرة تاني وموديل ظريف وتغيير. والحياة العملية محتاجة لبس كتير معانا، سواء في خروج في كلية في شغل كده. انا اهو بظبط هنا التانية على التانية كده عشان لما اقص يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط. ادي الجزء اللي انا هستغنى عنه اهو كده اهو كده. الجزء ده هنبتدي نفك الاسورة، والجزء ده هنا هنفك ده ونرجع تاني اوريكم هنقص السمكة ازاي. كده احنا قصينا الكم اهو وفكينا الجزء اللي احنا هنستعمله للسمكتين اهو وكويناه عشان خاطر يبقى معدول معانا. ادي هو الجزء ده فكينا منه الاسورتين الصغيرين، سواء هنحطهم او نحط استك مكانهم حسب رغبتك انت وانت حابه ايه. تمام، ادي كده انا الجزء ده عندي كده. انا محتاجه هنا كده احنا فكينا هنا تحت الباط الكم وتحت الباط الناحيتين، وادي الجزء بتاعنا اللي احنا قصيناه من الكم عشان نعمله. انا محتاجه سمكه هنا تحت الباط ومحتاجه سمكه في الكم عشان خاطر اوسع المسافه دي وتديني راحه للصدر وللجزء ده اللي هو دوران الدراع هنا. طيب السمكه بعملها ازاي؟ نخلي بالنا بطبق دي نصين كده. عامه السمكه بتتعمل لو هي مربع كده مستطيل بقص كده الجزء ده قد الجزء ده، الجزء ده يعني بتتقص مثلث، بتتقص كده مثلث. تمام، الجزء ده قد الجزء ده. طب انا هنا عندي القماشه مش كبيره وانا محتاجه السمكه كبيره، هعمل ايه؟ اطبق كده نصين كده واعمل هنا دبوس وابتدي اخد بالمسطره كده. ابتدي اخد بالمسطره كده كده، فلما افك هنا هتطلع لي السمكه بالمنظر ده، مش هتبقى موصوله في النص. تمام، لو انا عايزه هنا اعرض من ده يبقى هعمل الطريقه بتاعتي اللي هي ايه، اللي هي كده اللي هي كده. تمام، انا هنا البلوزه عندي ضيقه في الاثنين من ناحيتين، هعمل
السمكة بالطريقة دي، هتديني الوسع ده زائد الوسع ده، فهيريح معايا الدراع اكتر. هنعمل كده اهو. كده كده، فهتديني الوسع ده اهو من الناحيتين، في الدراع وفي في الكم وفي الدراع. نبتدي نركبهم على المكنة ونشوف هيبقى الشكل ايه بتاعنا. كده احنا قعدنا على المكنة، وهبتدي اجمع السمكة اللي انا عاملاها. طبعا عشان احنا واخدين جزء صغير من الاسورة، فالسمكة عندي مقسومة نصين. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اجمع كل اتنين مع بعض عشان يبقى سهل معايا في التركيب. التركيب بتاعي يكون ازاي؟ انا عندي جزء مستقيم وجزء فيه زاوية. انا هخيط الجزء المستقيم اللي هو هيبقى في نص الكم. ابتدي اخيط الاربع اجزاء بتوع السمكة بتاعتي كده. كده طبعا لو هي جزء واحد خلاص انا مش بخيط، لكن انا عندي هنا انا وصلت اخدت الجزء الصغير اللي طلعته من الكم، هو اللي عملته السمكة للكم وللبلوزة كده. وادي الرابع اهو، الجزء المستقيم هو اللي انا بخيطه كده. عملت الاربعة، هيبقى سهل كده. الاربع سمكات عندي موجودين اهو، وادتني نفس الزاويه. لو كان القماش سليم برضو كان هيديني نفس المثلث ده. هبتدي من كل مثلث من دول هحطه في جزء من البلوزه عندي. يعني عندي انا اهو الكم، هبتدي اخيط واحد من المثلثات دي اهو، احط بدايه القماشه مع بدايه الكم، الوش على الوش يعني العدله على العدله، وابتدي اخيط بمنتهى البساطه. وابتدي اخد الجنب الثاني مع الجنب الثاني من الكم كده، وابتدي اخد الجنب الثاني على طول كده، واظبط السمكه طرف السمكه اهو مع بدايه الكم، وابتدي اقفل الكم عادي. نفس اللي عملناه ده اهو، احنا كده وصلنا قد السمكه اهي. نفس اللي عملناه ده هنعمله هنا تحت الباط في واحده تاني برضه، مثلث تاني من اللي احنا عاملينه كده. وابتدي اخيط واقفل ادي الجنب التاني اهو مع طرف البلوزه اللي هو تحت الباط. انا كده عملت الناحيتين كده. لو في اي زيادات عندي في طرف السمكة عشان تاخد معايا الزاوية بتاعت الباط، اخدها كده بشويش الزاوية الصغيرة دي، وبرده هنا تحت الباط هنا برده اخد الزاوية البسيطة دي كده بالمقص، وابتدي اركب الكم بتاعي. انا عندي الاتنين قد بعض بالظبط، السمكة دي قد دي، فبالتالي الكم هيركب معايا بسهولة اهو. هقلب الكم كده من جوه وابتدي اركب الكم، هيكونوا الاثنين قد بعض بالظبط ومفيش عندي اي زيادات.
ادي كده انا خلصتكم اهو، وركبة السمكة مش ظهر نهائي، وفي نفس الوقت ادتني الوسع اللي انا محتاجاه له سواء للكم او لتحت البطن. هنركب الكم التاني ونشوف اهو. باخد مثلث اللي انا عاملاهم اهو، واحط العدلة على العدلة، وابتدي امسك هنا كده. وكده ما فيهاش اي حاجة صعبة اهو كده. فاضل معايا واحدة اهي، همسكها في الكم، بحط ادي المثلث بتاعي، باخد العدلة على العدلة، وابتدي اعمل السمكة بتاعتي. العدلة على العدلة وهكذا، بس ادي كل الحكاية. وكده وسعنا لا يقل عن 10 سنتي للبلوزة وللكم كمان. كده احنا قلنا بنساوي طرف السمكة عشان ناخد الدوران بتاع الباط اهو كده. المثلث طرف المثلث ده بس اخده كده دوران اهو، وزيه تحت الباط عشان يبقى الاثنين مرتاحين مع بعض اهو. الدوران ده بس مش اكتر. طبعا انا الخياطات كتيرة عشان القماشة اللي احنا واخداها، الجزء اللي انا اخدته من الكم صغير، فعشان كده اداني كل الخياطات دي. ولكن لو احنا عاملين مستطيل قماش وقصينه ونعمله سمكة مرة واحدة هيبقى سهل جدا، مش هيبقى فيه خياطات كتير. لكن احنا هنا بنحل مشكلة، بنحل ازمة انه الباط ضيق والبلوزة ضيقة، فاحنا بنحل المشكلة دي كده. انا عشان يساعدني بدخل الكم خليه جوه البلوزة كده، وابتدي اكمل دوران الباط على المكنة. كده خلصنا البلوزه بتاعتنا اهو، ادي الجنبين وادي البلوزه بتاعتنا. وكده وسعناها وطريقه سهله جدا، ومش فاضل معانا غير بس نعمل الاستيك بتاع الكم. هنا لو نفتكر ان احنا كان في اسوره شلناها، هنعمل ايه؟ هنركب استيك صغنن كده على قد الايد. طبعا هو الكم هيبقى هنا تلتاي، انا بقص على قده بالظبط وبالخياطات كده. فاكرين بنركب الاستيك ازاي؟ لو انا هعمل اوفر، بعمل اوفر للطرف وبثني عليه الاستيك. ولكن لو انا مش هعمل اوفر، انا باخد تانية في تانية مع الاستيك. هنشوف بنركبه ازاي اهو. باخد من اول خياطة هنا، بعمل كده كده مع الاول اهو، بثني تانية بسيطة، وبعدين بثني كده بالاستيك اهو، وباخدها على المكنة. وببتدي بشويش خالص عشان ما تقربش مني اهو، تانية في تانية واشد.
برضو تانية في تانية. او لو انت حاسه انه صعب عليك التانية في تانية او مش واخده عليها، اعملي اوفر وتانية واحده هتبقى مع الاوفر مظبوطه. انا هنا بوريك الحاجه السهله والحاجه الصعبه اللي ممكن تعملي ايه اهو كده. كده تانية في تانية. كده انا وصلت للاخر اهو، لو في زيادة في الاستك اقصها كده. بعد ما اثبت عليها ابتدي اقصها. كده تكب بمنتهى النظافة. نيجي للكم الثاني. وادي عملنا استك بدل الاسوره اللي عندنا. ادي الكمين وادي البلوزه بتاعتنا خلصت. اتمنى تكون الفكره وصلت لك، ازاي توسعي بلوزه وتحطي سمكه تحت الباط وسمكه في الكم، وتوسعي البلوزه وما يعني استغلي كل حاجه عندك ما ترمهاش، افتحي دولابك وطلعي كل حاجه فيه. اتمنى لو عجبك الفيديو لايك وشير لاصحابك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلي زر الجرس من فضلك. وإن شاء الله كل يوم فكرة جديدة وعلى الماشي وبسرعة، وهننتج حاجات حلوة جدا وبإيدك أهم حاجة.